كان لازم احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لان ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الامور اللي مصاحبه شويه بعض او يعني الاخفاق الاخير اللي بيحدث. يعني ليه برضو؟ لان حضراتكم الداعم الاول والرئيسي لكل منظومه النادي الاهلي. انتوا السند وانتوا الظهر، انتوا في الاوقات الحلوه متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الاوقات الصعبه انتوا اول ناس مساندين. عشان كده انا مش لاقي كلام اقدر اعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الاهلي وانا بالذات، حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤوليه اكبر انا ومجلس الاداره، مش انا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. انتوا السند وانتوا الظهر، هكذا يخاطب رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب جمهوره، جمهور النادي الاهلي. اهم حاجه في منظومه كره القدم ده اللي اتعلمناه طول حياتنا. انا شخصيا واحد من الناس لعبت في كثير من الانديه، و النادي الأهلي في القلب، وعشقي للنادي الأهلي من الواحد وهو صغير. ممكن تلعب في حتت كتيرة جدا، ولكن العشق بيفضل في القلب دايما. أي حاجة الواحد بيستحملها، أي حاجة الواحد بيعديها، أي حاجة الواحد بيصبر عليها، بيصبر عليها عشان حاجة واحدة فقط، عشان خاطر الجمهور. أحلى حاجة في كرة القدم مش الشهرة، مش الفلوس، مش في العربيات، مش عارف إيه، مش كل حاجة، مش ده أحلى حاجة، لكن أحلى حاجة هي حضراتكم، هي جمهور النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب أنا شخصياً اتعلمت منه، وغيري وأجيال كتيرة جداً من الأجيال السابقة. بالمناسبة مش في مصر، مش في النادي الأهلي فقط، ولكن في مصر وفي العالم العربي نتعلم من اللي زي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي عندما يخاطب جمهوره، جمهور النادي الأهلي، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتوا السند وأنتوا الظهر، أنتوا اللي من حقكم تعملوا كل حاجة، لأن أنتوا اللي حطيتوني أنا بيني وبين الكابتن محمود. مرة في أحد اللقاءات يعني ما كنت بتكلم معاه، قال لي إسلام الجمهور هو اللي جابني هنا، الجمهور هو اللي عمل الاسم ده كله، فلازم نعمل له كل اللي هو عايزه. وخلي بال حضراتكم، خلي بال حضراتكم، ده مش معناه إن احنا ماشيين ورا السوشيال ميديا ولا لا 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 لا، ولكن حتى وانا في طريقه كلامي مع جمهوري لازم اكون زي ما حضرتك سمعت كده من الكابتن محمود الخطيب. انتوا السند وانتوا الظهر، وانتوا كل حاجه حلوه، وهذه هي الحقيقه. خلال السنه ونص اللي فاتوا انا واحد من الناس، واتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، الواحد تعرض لكمية مغالطات كثيرة جدا جدا حصلت، ولكن احتراما وحبا لجمهور النادي الأهلي فقط، اللي في يوم من الأيام هيعرف كل حاجة، جمهور النادي الأهلي بس هو اللي يخلي الواحد يسكت، هو اللي يخلي الواحد ينتظر، هو اللي يخلي الواحد يستحمل أي حاجة. والله العظيم ثلاثة، هذا الكلام من القلب وليس من العقل، هذا الكلام من القلب. وانا ماشي مش انا، اي حد. هو ايه الفرق ما بين كابتن محمود الخطيب، كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن مختار التتش الله يرحمه، كباتن النادي الاهلي العظام والكبار من 1907 لغايه دلوقتي، ايه الفرق بينهم وبين اي حد تاني؟ الفرق بينهم جمهور النادي الاهلي فقط. جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين، 70 80، احنا النهارده 100 110 مليون، منهم 70 80 مليون اهلاوي. فلما بتمشي في اي حته دلوقتي، لو انا ماشي في الشارع الناس لو جايه تسلم، لو واحد جاي يسلم عليا ويقول لي ازيك كابتن اسلام، اللي عمل كده هو جمهور الاهلي. فمن حق جمهور الاهلي عليا ان انا اعمل اي حاجه علشان خاطر ارضيهم. انا واحد من الناس بنظر للامر بهذا الشكل.
هو ده اللي حضراتكم شايفينه، هو ده، هو ده اللي نفسنا يرجع، هو ده اللي كنا بنتكلم عنه امبارح، هو ده اللي دايما بتكلم عنه، هو ده اللي دايما بنتكلم عنه في البيت الكبير، هو ده اللي دايما بيتكلم عنه كابتن محمود الخطيب. هو ده الجمهور، الجمهور، الجمهور هو الأساس في كل شيء، هو اللي بيخلي واحد زي كابتن محمود الخطيب بيتعرض يوميا لأمور كثير. ومجلس الإدارة، أنا بس ما بقول كابتن محمود يبقى مجلس الإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتعرضوا لكمية ضغوط لا يتخيلها بشر، أنا أعرف جزء منها لا يتخيلها بشر، ولكن عشان خاطر جمهور النادي الأهلي كابتن محمود، واليومين دول تحديدا بقى كابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة ولجنة التخطيط والمجموعة اللي بتشتغل على هذا على فريق الكورة ما بيناموش ليل نهار، بيواصلوا الليل بالنهار. عشان ايه؟ مش عشان حاجة، هما بياخدوا حاجة بياخدوش حاجة، وكابتن خطيب بياخد حاجة ولا الوزير العام لفاروق بياخد حاجة ولا الأستاذ خالد مرتجي ولا بقية الأعضاء اللي موجودين كل ما حدش بياخد حاجة، بياخدوا احترام اسم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. فاوعى حد يغلط ويقول جمهور الجمهور ده له كذا وعليه، أبدا، الجمهور ده يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه طالما في إطار الاحترام. واللي أنا عارفه إن كل جمهور النادي الأهلي هو أكتر حاجة محترمة في الدنيا، بدليل تفرجوا على اللي حصل في مباراة الأهلي والإسماعيلي أو ما قبل المباراة. يعني هل حضرتك شفت حد من جمهور الأهلي والإسماعيلي بيعمل، من جمهور الأهلي بيعمل أي حاجة؟ بيعملش حاجة. وما بقولش برضو إن جمهور الإسماعيلي عمل، ولكن شوف جمهور الأهلي عمل إيه؟ الاحترام وحبه إن هو يروح حتى لو أتوبيس واحد، حتى لو فرد واحد. ومباراة الصفاقسي كان في 20-30 واحد قاعدين في المدرجات، أنا كنت في الملعب وفي 20-30 واحد قاعدين في المدرجات، أقسم بالله ال 20-30 دول بمثابة 20 مليون ولا 30 مليون بيتفرجوا علينا. صوتهم كان مسكت ال 100 ألف اللي موجودين في استاد، في الاستاد ساعتها، في استاد أعتقد رادس في تونس ساعتها. فالجمهور ده أحلى حاجة في الدنيا، الجمهور ده هو الأساس في كل شيء. هو اللي بيحطك أسطورة، مش حد تاني. مش الكلام الهايف اللي بيتقال ولا الكلام، لا لا لا، الجمهور ده هو اللي بيحط، هو اللي بيقيم الأسطورة ده مين، سواء كابتن محمود الخطيب، سواء محمد صلاح، سواء أي حد من الأساطير اللي احنا بنسمعهم. فكلام كتير جدا جدا في هذا الأمر، ولكن انظر لما يقال من رئيس النادي الأهلي، أو اسمع، بلاش انظر، اسمع للي بيقولوا رئيس النادي الأهلي في حق جمهوره. أنتوا السند وأنتوا الظهر، وسيظل دائما جمهور النادي الأهلي هو السند وهو الظهر.